بسم الله الرحمن الرحيم. كان نشكركم حنايا هنايا كنمثلوا ليكيب ميديكال كتاسيري لا كوفرتير هنايا في هذا المؤتمر اللي كتكون من طبيب وممرض ولا ممرضه ومن السائق ديال سياره الاسعاف. فين ما كيكون شي مؤتمر كتكون واحد تغطيه صحيه اللي كتكلف بالناس المؤتمرين وهذه سواء إما كتكون على 12 ساعة ولا كتكون على 24 ساعة بما يصاحبها. كاين سيارة الإسعاف، كاين الأدوية، كاين إلا كانت شي حالة طارئة ولا كانت شي حاجة، هذيك الساعة كنشوفوا إما كنداويوها هنا وإما كنصيفطوها للمستشفى. وهذا الشيء كل شيء كيكون بتنسيق من المندوبية ديال وزارة الصحة والمديرية الجهوية ديال وزارة الصحة. احنا دابا ثلاثه يوميا كتكون كل نهار كيكون فريق فيه طبيب وممرض ولا ممرضه وفيه سائق ديال سياره الاسعاف. يوميا كيتبدلوا. وشحال ديال الحالات كيجيوكم مثلا؟ النوعيه كتكون 10 حتى 15 حاله، ولكن غير حالات عاديه. الاكثريه فيهم الناس اللي خدامين هنا في الاوتيل. كيكونوا حالات اللي دي ماليز، شي واحد اللي ضروا راسه، شي واحد اللي حالات بسيطة زعما لحد الساعة كاين حالات بسيطة. السلام عليكم. السائق ديال وزارة الصحة منذ 1990 وأنا خدام في هذه المهنة. كنخدموا في التظاهرات بحال هذه، كنخدموا في الإسعافات على حسب لي ترونسفير اللي تيكونوا من مراكش لكازا ولا شي حاجة، ومن بعد ذلك كتكون عندنا لي ترونسفير من السبيطارات للسبيطارات ولا حتى التظاهرات الرياضية أو لا بحال الإسعافات الأخرين، تدخلات كان شيكار ولا شي حاجة ولا أكسيدون ولا شي حاجة، كتكون كوليكتيف كل شيء تنخدموا حنا في هذا المعنى باسمي وباسم زمي السائقين اللي كيخدموا بحال هاد الأمور ديالنا. شحال أنت في هذا المهنة؟ من عام 1990 دان 8 عام. الحمد لله القضية كنسلكوا كل نهار. كاين لو ريسك بالنسبة للإنسان، كتحمل المسؤوليه باش تعتق بالاسعاف، كيتسمى بما انه اسمه الاسعاف، كيخصك تعتق وتطير باش توصل لهادي وكدير جهدك، ولا تقاد الاجل بنادم في الطريق راه توفى ولا شي حاجه. المهم مهنه شويه ريسكي ولكن ولفنا الحمد لله. كاين ديال الاسوان، كاين الاسوان اللي داوينا ليهم، وبحال هكا في كونسلتاسيون سميتو تنعطوا الدواء. كاينين دي دياغي، كاينين حالات الاسهال، كاينين السيفالي، المهم الراس، صداع الراس.